كافيين معكم، وبننتقل على المطبخ ورشه ملح مع الشيف عبد الله. شو السريعه دغري مكافيين معكم ودغري ودغري، انه قولي بركي واحد بعد ما صار جاهز بركي عم يعمل شيء. طب يلا ماشي، كنت قل لي ماشي الحال ماشي الحال. اشر لي ايش بدي اشر لي، ما في فواكه اشر لي. طيب شو عم بعمل انا هون؟ اذا بتتذكروا فركت جوز الهند مع السمنه وجيت عم قليهم وضفت عليهم من السكر البودره وصاروا عندي مثل ما شايفين هاللون الذهبي بهالطريقه. شو حاجي اعمل؟ حاجي ضف لهم من القطر. القطر بده يكون فاتر. ومع القطر شو بدي اضيف؟ بدي اضيف شوي من السميد الناعم. أو إذا بدكم طحين الفرخة بهيدي الطريقة. بتشوفوا عندي المزيج بلش يشد. هلا فرك جوز الهند أو مفروك جوز الهند فيكم تاكلوها مع كريمة، فيكم تاكلوها مع الفواكه، فيكم تاكلوها إذا بدكم مع القشطة، بس نحن اليوم حنعملها مع القشطة. حنعملها مكعبات ونقدم معها بس الفستق الحلبي. برجع بضيف لها من القطر بهالطريقه، وحنتركها شوي على جنب النار. شو عندي هون؟ عندي سوري، حطينا جبنه محليه، حطينا من البيض، حطينا من حليب البودره، وحطينا من القشطه المعلبه. اللي كان قشطه معلبه، جبنه محليه، البيض، حليب البودره. حاجي اضيف عليهم ملعقه من الملح، نحرك هالمزيج اللي عنا. ولا اهين من هيك ولا اطيب من هيك. عم نعمل هلا صينيه الجبنه على الطريقه السعوديه اذا بدكم. هلا صار فيني اضيف الزبده السائله، اكيد الوصفات حيبرموا قدامنا على الشاشه، وحضيف عليها من السكر ومن البيكنج باودر. لكن صار عندي بيض، حليب بودره، جبنه محليه، ومن رشه الملح، واكيد هلا ضفنا سكر، ضفنا من البيكنج باودر. شو ناقصه بعد هذا المزيج؟ الزبيب. مزبوط يا مصطفى، ناقصه الزبيب. بس قبل الزبيب بدنا نحط، حطينا سكر ما متابع، بدنا نحط الطحين اللي عنا. فيكن تعملوها على المكنة، وفيكن مثل ما انا عم بعمل هلا بهالطريقة. لكن لاحظتوا المواد السائلة كانت هي حليب، لا استعملنا حليب البودرة، المواد السائلة كانت الزبدة، وهلا الجبنة لما تفوت على الفرن اكيد حترجع تعطي معنا شوية طراوي. هلا نجي منحط الزبيب، لحقني بده يحط الزبيب. الزبيب ليك انا نسيت الألف ليرة بعدها معي، ما هيك؟ شو 2000؟ 1000 ليرة هدي. طيب حطينا زبيب، فيكم نحط من المكسرات، فينا نحط من الحبوب اللي بدنا اياه، إذا بدكم من التين حتى. عندي حجات اللي بدي اخبز فيه، بجي برشه شوية زبدة. هيك لكن إذا شي نهار كنا عم نعمل قطايف أو عم نعمل نوع حلويات بقلبه من الجبنة المحلية أو الكنافة وضل عنا، شفتوا كيف فينا نعمل هالجبنة بطريقة جديدة. نجي منجيب هالملعقة، ومنمد هالجبنة أو الخليط اللي عنا بقلب الصينية، وبنخبزه لمدة ربع ساعة درجة حرارة 180. 10 دقايق من تحت النار وخمس دقايق من فوق لتشقر عنا. وهي صينيتنا فاتت على الفرن، وهي ربع ساعة. الصينية اللي عندي أنا صارت جاهزة. شو حاجة أعمل لها؟
حاجي ضيف لها من القطر او نسقيها اذا بدكم بالقطر. بهالطريقة صارت عنا خبرية جاهزة. هنزيح القطر، نرجع منرد طنجرتنا على النار. وشو عملنا على السريع؟ بنرجع منعيد بالمفروكة جوز الهند. حطينا سمنة فركناهم مع جوز الهند، حطينا رجعنا عليهم السكر البودرة، وبلشنا نقلبهم على النار ليصير عنا مزيج لونه أشقر. بدنا ننتبه ما يحترقوا معنا. شو رجعنا ضفنا عليهم؟ بلشنا نضيف من القطر وضفنا شوي من السميد. نرجع ناخذ شوي كمان من القطر، وحنخلي القطر الباقي نرجع نوزعه على الوجه. وفرد مرة ما زال حطينا القطر، شو حنحط؟ حنحط موارد وما زهر. مزبوط يا لكن سن، اذا انت بتضلك معي جمعة زمان تصير انت بتطبخ، بيمشي الحال وانا باخذ محلك برا. شو رايك؟ يا بهالطريقة هاي المفروكة عندي صارت جاهزة. حاجي اجيب ورقة زبدة او ورقة ساندويش اذا بدكم، وحنجيب هيدا الجاط كله شوية سمسم ما بيأثر. بناخد هالكعكات اللي عنا لهيدي الميلة، ناخد لهم شوي كمان عستيل البرازي، شوي من الفستق. يا لكن هاي المفروكة عنا صارت جاهزة. اللي بدكم فيكم تعملوه حتى نقدر نطبها او نقلبها ونرجع نستعملها نقطعها. حجيب ورقة زبدة تانية. شوف شو صار عنا بالفرن هون. يا نقويلها شوي النار. نجي منطفي الغاز، ناخد هالعجينة اللي عنا اللي فينا نمدها نحنا مثل ما قلت بالصينية، ونرجع بس تبرد. شو منحط عليها؟ قشطة، نحط عليها كريم شانتيه، منحط عليها من الفواكه، سالاد فروي، اللي بدكم اياه لمحبين جوز الهند. هيدا طبق جديد عملناه اليوم. هيدي الطنجرة ما بقى بدنا اياها، نيجي منمد بهالطريقة. ناخد ورقة الزبدة اللي عنا، ننتبه سخنة شوي بتكون. لكن هلأ بس تبرد عنا فينا نقطعها ونقدمها، وفينا مثل ما هي نقلبها ونقطعها كمان، نحطها بصدر كبير ونحط عليها مثل ما شفتوا المزيج عندي. حنتركه ليبرد، وحترككم الخيار التقديم انتو كيف بتحبوا، لكن مع القشطه المعلبه، مع القشطه الفريش، مع الكريمه الشونتي، مع المكسرات، اللي بدكم اياه. هذا المزيج حنحطه بالبراد. ويا ريت الامور هيك دائما سهله، بتحط الشغله بتطلع جاهزه. قال بكره مع العلم تتقدم وبتصير هيدي الخبريات جاهزه. وهي المفروكه عندي صارت جاهزه. قد ايه بعد معي وقت؟ يلا نجي نلبس من هالكفوف. بهالطريقه. لكن بعد عنا فعليا نحن بدنا نزين طبقنا، بدنا نزين صينية الجبنة، وحاطين صينية بقلب الفرن نحن كمان. بلشت تاخد على بعضها، وبدنا نعمل بعد الكعكة بحليب.
نجي نجيب سكين. وعنا من الفستق. وخلوني ظهر الكريمة، القطر خليه على جنب، ظهر الكريمة اللي عملناها مع سكر بودرة بالمكنة من البراد. الكريمة مع الزبيب بدها تروح مع صينية الجبنة على الطريقة السعودية. كعك بحليب بدنا نعمله بس زيناه نحن بشوية فستق، دجاج حاطين له سمسم، بدنا نعمل العجينة ونشوف كيف بدنا نعملها. المفروكة اللي عملناها بالبراد صارت جاهزة، عنا نحن مفروكة هون لنقدر نقدمها. اللي بدي أعمله حاخد شوي من المي بكباية، يلا نجيب كباية. بس بنحط شوية مي حتى ما تلزق معنا القطر بهالطريقة. كمان آخر ميلة. ليش فضيتها؟ ما قصيتها بالصينية، هيك أحسن لقلنا نقدر دغري نشيلها نرفعها. فكذلك الأمر هنجي بهالطريقة. اللي حنعمله حنجيب صحنين لنقدم. حناخد على اول واحد فينا يكون عندنا ناطف الكرابيج يعني، وفي يكون عندنا من هاي الكريمه. حنجي ناخد هالكريمه بهالطريقه ونجي نحط عليها هالفستق. ماشي الحال لهون؟ ماشي الحال، صح الكلام صح الكلام. وبنجي بناخذ الاطراف بهالطريقه وبنبلش نوزعهم. هيك بنكون شلنا كل الاطراف، ما كبيناهم. في شيء بينكب عنا؟ اكيد لا، ما في شيء بينكب. بنجي بنحطهم بهالطريقه. تقلك رولا ما سامع صوتها، ما بعرف ليش. يا وهيك صار عنا أول نوع من مفروكة جوز الهند اللي حنعمل. لا هذا ما هون، هذا لهون بده يروح. اللي حنعمله هلا حنروح بريك، كون نظفت شوي بتكون رولا رجعت لعنا. بريك وبرجع بشوفكم بعد شوي. كافيين معكم عالم الصباح، واكيد اخر فقره وختامها مسك مع رشه ملح والشيف عبد الله. يعني شو بينفع الواحد يكون حليفك؟ ختامها مسك صارت طبعا. وراحت جون وصار هلا بجود. طيب شو شيف صرنا وين؟ يلا باقي القطر اللي عندي حنفضيه نرجع نستعمله اللي بده يزيد على المفروكة جوز الهند. مفروكة جوز الهند اللي عنا مثل ما شفتوا قصيتها قدامكم وعملتها بنوعين. كان عندي من وصدوا هلا اجت الفكره، يعني كان عندي من الكريم شانتيه او الكريمه المخفوقه مع السكر، قلت مثل الناطف فينا نقدمها. والنوع الثاني حنقدمه مع جوز او مع فستق حلبي بس. وهلا حارجع ورجيكم كمان اول صينيه، او هيدي ثاني صينيه، هاي الصينيه المفروكه اللي عملناها كمان حنرجع نحطها بالبراد، بكره فيها تتقطع او اذا بدكم اليوم عشيه كمان فيها تتقطع. فهي المفروكه عنا بالبراد. وصينيه الجبنه كمان بنشوفها على الكاميرا كيف بلشت ترفخ يا رولا وتعطي لون. نوعه بدها بعد حنحط خمس دقائق ان شاء الله نلحقها. خمس دقائق بس نحن ملحقين هون اكيد طبعا. هلا شو بدك تعملي؟ بس هي الريحه القويه. مزبوط.
عندنا من صينيه الجبنه، عندنا من الكريمه، هنوزع كريمه وعلى وجهها شوي من الزبيب اللي هو بقلب الحشوه. اوكي انا بهالوقت حارجع اشيل هالمثلثات اللي عملناها من جوز الهند. شايف بس سؤال، تفضلي. بحسها فيها تطلع كمان مش سويت اذا ما حطيت قطر، تقدر تستعملها هيك؟ لا انه مثل كيك جبنه مع ايه فيكي كمان تقضي. اوكي بس نحن الجبنه بدها جام حليه يعني شايلين منها الملح. أوكي. أوكي. اوكي انا غرامي كل شيء جبنه صراحه، اكثر انجريديان بحبه هو الجبنه. بس حسيتك انت عم تحكي لنا على الجبنه وتركتيها وما جيتي، يعني تركتيها وجيتي. لا انا قلت لك انا تحطي الكريمه على الوجه. نعم. وتحطي قلت لي الزبيب المجفف. المجفف انا اكيد شيف بعد عندنا وصفه بدنا نعملها. اوكي طيب. بخصوص الطرش اللي ضرب اليوم. اوكي طيب هاي الثانية جات عنا كمان بهالطريقة الحلوة من الفستق الحلبي. يامي دعمية دعمية. بحب. يا شو حنيجي نعمل هلا؟ عندي كعكه حليب، الوصفه حتبرم قدامكم على الشاشه. برجع بقول لكم ادعمها بدعمها. ما بلحق هيدي الوصفه في يسالني على الفيسبوك بيج شاف عبد الله خضر، حيلا وصفه فينا نساعده فيها، وفي يرجع يحضر يوتيوب عالم الصباح كمان فقره رشه ملح. شو حطينا؟ حطينا زبده، حطينا سكر بودره. لكن زبده وسكر بودره نجي بنضرب على المكنه بهالطريقه. شايف منيحة ولا بدك بعد؟ هلا هن موجودين كلهم يعني؟ لا اذا بدك بنخلي للثاني. ايه ايه حرام حرام. شو عملنا؟ شو حاجي اضيف؟ حضيف الحليب وحضيف ملعقة كبيرة من المحلب وبيجي بخلط هذا المزيج شوي. تسألوني بتنعمل على الايد؟ اكيد بتنعمل على الايد، ما في شيء عجينه بتنعمل على الايد لانه قبل ما كان في كل هالمكنات، بس نحن لضيق الوقت هيك اسرع. عندي الطحين حاجي اضيفه. شو صرنا حاطين؟ حاطين زبده، حاطين من السكر البودره، حاطين من المحلب، حاطين شو حطينا بعد؟ ثلاث انواع هيك. نجي بنضيف الطحين اللي عندنا. حنشوف العجينه انه بلشت تشد معنا وبعد ما قصها السائل اللي هو طبيعه الحال المي. بهالوقت عم نتطلع عصونيتنا. خلصتها. يعطيك العافية، برافو برافو. I did it. يلا صونيتنا كمان بدها بعد من هون لا يزمر الفرن. نرجع نيجي من شيل أو منجمع كل الزبدة الأطراف اللي عنا. هيدي العجينة المفضل فيها انه نشتغل فيها بعد نص ساعة على القليلة او ساعة اذا بدكم بالبراد لتكمش كل المكونات مع بعضها. هلا بيجي بضيف المي شوي شوي. لكن بلشنا ترويقتنا بالخبز الاسمر مع الكريم تشيز او الجبنة المرهمية. وشو حطينا معهم؟ حطينا معهم من الحبش المدخن، بزر الكتان، وشوي من السمسم، وقدمنا معهم من البندوره والخيار، كانوا اكله كثير طيبه. رجعنا شو عملنا؟ حنضيف باقي كميه المي. عملنا الجبنه على الطريقه السعوديه او صينيه الجبنه الحلوه على الطريقه السعوديه، والجبنه الصينيه عنا صارت بالفرن. يا حنجي نبرمها شوي. نبرمها كلنا بنبرمها معك شيف.
على فكره شايف بدي اقول لك شغله اتفضلي كثير مهمه واساسيه اتفضلي هي انه اذا طاروا هو ما خصني لانه الشريبه انا الصراحه كنت يعني في ثلاثه لايرز كانوا هلا شايف في طبقتين بس اول لاير بقول لك انا اول لاير ولا لاير اول لاير هم انا الباقي هم طيب هاي العجينه عنا مثل ما شفتوا بهالطريقه نجي منجيب لجات عجينتنا مثل نوع السبليه اذا بدكم بدها رياحه للزبده ترجع تكمش نريحها ايه بس نحن ما عندنا وقت نريحها حنجرب نشتغل فيها هلا لانه ما هلا هي ذاتها عجينه السبليه ولا بس لا عم تحكي لا عم نحكي كتكنيك انه كاهتمام أوكي. لانه بقلبها الزبده والزبده بس نضربها على المكنه بتسوح فبدنا اياها ترجع تشد لتقدر تتشكل معنا العجينه ماشي اوكي اورايت بس انا عيني على هيدي حتى ما تحترق يا نشيلها اخر شيء ونحط عليها القطر يومي نجي ناخذ شوي من الطحين شفتوا العجينه قد ايه طريه معنا فما حتتشكل مشان هيك عم اقول لكم مش من يومين ثلاثه كنت عم تعملها بالبيت مع الاولاد عملتها بالبيت مع الاولاد قد ايه تسلوا؟ تسلوا كثير عن جد؟ شوف شو طلع جلي شو طلع جلي عن جد؟ طيب حنحط شوي طحين ندعكها بشوي طحين طرية منيحة طرية لأنه بدها تفوت على البراد إجباري أوكي احنا بنعمل لهم قطعتين ثلاثة تيشوفوا ايه أكيد أكيد بس يلا رجع خد إذا بدك تركها بالبراد يعني لبضع 17 سنة لأعملها أنا هيدي الحركة ليه؟ شفتي كيف؟ عم نرجع ندخل الطحين على قلب العجين اللي عنا نرجع نعجن بهالطريقة ما في غير طريقة بالإيدين؟ بلا في غير طريقة مثل ما قلت نحن عم نحط سمسم فينا نحط فينا نخلط بقلبها السمسم اذا بدك فينا نخلط بقلبها شوكولا كمان حبوب يامي. صغيره نحن عملناها مع شوكولا مع للاولاد يعني حتى اكلوها عن جد كيف ايه وليه نحن هال للاولاد عندنا نحن وهون ايه. في اولاد كبار وفي اولاد كبار وفي اولاد صغار طيب وفينا نعمل مع ينسون مدام الصراحه حطيت مع ينسون طلعت كثير طيبه لك ايه هيدي شوكولا شو بتستعمل نوار او شوكولا بيجي كيس هيك بقلبه حبوب صغيره ايه كمان بنحطهم على الوجه يعني ما بنلتهم بقلبها بس بنشكهم بدوبوا بقلبها هيك عليها. بدوبوا عليها اوكي يا بس انه قصدي الحلو او الشوكولا لا الحلو اطيب معه اطيب هيدي العجينه فينا نفرزها نحن بالبيت ما في مشكله عنا ابدا اوكي اذا ما بدنا نشتغل فيها كلها بس شفتوا كيف لونها الابيض من المحلب ولونها عاتي من الحليب اللي بقلبها. هذه الطريقة. هلا نحن معنا ست دقائق تقريبا بعد. بس شو حنعمل الصينية كلها؟ لا أكيد لا. بدك إذا بدك تفضلي. بدنا نشيل بعد الصينية من الفرن. طيب. نعمل بعد حبة. نعمل بعد حبة. يلا. شايف بتأكد بس اللي بالصينية. يلا. تأكدي. أحمرت. شقرت. يا ماما ريحه شو حلوه اسم الله عن جد واو بهالطريقه اللي كان هيدي مش انا انت ايه. خالد فينا نعمل كمان بهالطريقه الاصابع فينا نعمل قلب يلا كيف بتعرفي لا هيك تفضلي هيك 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 ايه ايه وهيدي هيك ايه يعني انت شيف نحن بنستاهل شو هالقلب المطعوش هيك اللوعات يا خليني اغسل ايدي يس نعم
يحتار واحد وين ببلش صراحة. ضعت يا وهي نغسل السكينة لنعجي نقص من الجبنة اللي عنا. نعم اوكي اوكي. اول شيء خلينا نشيل هيدي لانه شقرت. وهي صينية الجبنة، بتشوفي الجبنة كيف عنا عملت مثل الفولكانو هيك فقعت على وجه العجينة. تشيتنج داي اليوم، ما عليه فينا نزعبر. فينا نزعبر اكيد، فينا نزعبر ما بيأثر. نجي هي وسخنة وبنعمل قطر، ناخذ من هالقطر. سامع الصوت؟ عيب الشوم. عم تسمعوا؟ هز عم تسمعوا؟ اوكي. وكمان اكيد الكريمة ما حنحطها هلا، لانه شو بصير بالكريمة اذا حطيناها على شيء سخن؟ شو بصير؟ ما بتعرف عم تقول لي. بتسوح. بتسوح؟ ايه شفتي يا سحر ما بتعرف. سحر شو بظهري فيكي اذا ما بعرف اتليست تحكيها تقولي لي اياها بدل تطلع على الهواء. طب على اساس هي بتعرف يعني؟ طيب صح؟ لا سحر اكيد بتعرف احسن مني. يا حنيجي ناخذ هالجبنه اللي عنا كمان. ومنقص بهالطريقة. مثل كأنه عم نعمل باي أو تارت بطريقة عربية بطريقة جديدة. رولا فينا نجيب صحن؟ تفضل. فينا نجيب صحن؟ أنا يعني. إيه. قصدك فيك تجيبي صحن. فيك تجيبي صحن؟ تكرم عينك شيف. ولو؟ الطلب مثل هالطلب. آخ ما عندنا سباتيولو صغير هون. ما بيأثر. يا. تفضل. خليني البس كفوف لانه بده يطلعوا ايدي كريمة. حطها هيدي بس نقطعها كمان. هلا ببلش موسم الفريز، فينا كمان نحط على وجهها شوي من الفريز كمان بيطلعوا طيبين. بيعجبني فيكي انه صح و100% بتأيديني بكل شيء. كله بعمله بالبيت. شو عملت قبلك من 60 سنة انا. انا عطيته الوصفة يا جماعة بس تقلكم يعني. طيب خلينا نقص. مزبوط يا مامي. اخ يا رب تغفر لي كل اخطائي. امين امين امين. هيدي اول قطعه. حلو. ثاني وحده صارت اسهل انه تنشال معنا. يا اي ساعه بدي اتغدى انا؟ بكير بعد الغدا. الف والله. لا مربحه. الف مربحه. شايف شو تعبتي في حق غازاتها لحالها. برافو. مربحة كتير خبرية بهيدي الطريقة. رائعة. السن قد ما بيوزع الوفات يعني، إذا بيطلب دليفري أوفر له. شكلك مقرش كتير يا سن. من قد لكن هاي القطع الجبنة عنا عم نقدمها ونكمل باقي. فينا نزيد أكيد نحن من الكريمة بعد. عملتي ضرب ذكاء انك خليتي شوية كريمة. شفت كيف؟ سو شيف انا. ايه اكيد. وهيك بهالطريقة بكون عملنا طبق جديد. يامي. من الكريمة. أو إذا بدكم من الجبنة المحلية بطريقة جديدة، كمان هذا الطبق حيروح لهون. دق الجرس. وهلا. قد ايه بعد معنا وقت؟ شو صار فينا نعمل؟ قد ايه بعد معنا وقت؟ دقيقتين. هالطريقة. اخ تعبت. يعطيك العافية عن جد. شو بدي اقول لك؟ تعبت نفسيا من النظر لهذه الصحون الجميلة. واخر شيء كمان بندعمها طالما عنا من الفستق. اوه هيك لكن بدك عملنا طبق اثنين ثلاثة والرابع كان الترويقة. اليوم كان عندنا حلويات عربية بامتياز. بلشنا بالكعك الحليب، عملنا صينية الجبنة على الطريقة السعودية، عملنا مفركة أو مفروكة جوز الهند،
وعملنا الترويقه اللي هي كانت باينه مثل الكيك او تشيز كيك. ايه عن جد؟ هي بالبا تشيز بس انه بطريقه عربيه. وعملنا الترويقه المرتديلا مع جبنه السمراء والكريم تشيز. انا برجع بشوفكم جمعه جاي ان شاء الله، ولكل اللي بيحبوا نحن انا موجود الخميس الجاي ب 12 الشهر بالبيروت كوكينج فيستيفال. كمان اللي بيحبوا يحضروا المعرض ببلش خميس جمعه سبت، ثلاث ايام من الاطباق، ثلاث ايام من الشيفيه المشاهير سيلبرتي شيف، وثلاث ايام من انواع الدرينك وكثير حلو. حتى في مركز للكيدز اريا ليعملوا كوكينج كمان، وفي شوبينج كمان بيتسلوا كل العائله. بشوفكم الخميس الجاي بالبيروت كوكينج فيستيفال، وبشوفكم هون ان شاء الله سبت احد. ثانك يو لك. شو انا حاختم؟ فيك تختم؟ فيني اختم؟ لا بدك تكملي انت. طب اوكي اوكي بسرعه. شيف ثانك يو، يعطيك العافيه. بكره عام صباح جديد اكيد لاقونا. انا بشوفكم نهار الثلاثاء. باي. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant, a tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll